قام شاب بخطبة فتاة دون عقد ونظر إليها في المرة الأولى، ثم ربما تطيل هذه المدة حتى يعقد عليها سنة أو يزيد، فهل يجوز لها له أن يراها مرة ثانية وثالثة وهكذا، أم لا يراها حتى يعقد عليها؟ هذه مسألة، وهي منقبة يعني، فتاة منقبة. نعم، الفتاة منقبة وراها منقبة، هي منقبة يعني تلبس النقاب. فهمت يا أخي، وراها منقبة. لا إذن ماذا قصدت بقولك إنها منقبة؟ يعني ربما يريد هذا الشاب أن يذهب في كل أسبوع مثل بوجود أبيها كمحرم، وينظر إليها وتنظر إليه طوال هذه المدة يعني، أم لا يراها إطلاقا يعني تلبس النقاب أمامه ولا يراها حتى يتم عليها العقد؟ الآن وضح شيء مما كان خافيا. أنا فهمت الأول يراها مرة وبعدين بدي أشوفها مرة ثانية، هلا بدي أشوفها كل أسبوع. هنا يقال بالحركة فيها بركة. الرؤية كما تعلمون جميعا هي قبل كل شيء ليس لشهوة يبتغيها الرائي، وإنما هو التنفيذ لحكم شرعي، وهو كما جاء في الحديث الصحيح انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وفي الحديث الآخر انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فإذا رآها هل تأملها؟ نعم كويس. مثلا في حدود الحديث الثاني فإن في أعين الأنصار شيئا، هل رأى في عينيها شيئا؟ لا. نعم. إذن لماذا يريد أن ينظر إليها مرة ثانية بل مرات كما فهمنا منك أخيرا؟ لماذا؟ لعله بالحديث انظر إليها يقول يعني لعل يعني في هذا الحديث ليس فيه تحديد لعدد تكرار النظر. إيه، هذا ينقلنا إلى بحث أصولي، الأمر بالشيء هل يستلزم تكرار؟ لا لا ينظر. إيه، فإذا لا، إذا لا ينظر إليها. شكرا. وهي أن يكون حينما نظر إليها لم يمتع بصره بالنظر إليها لسبب أو آخر، وهذا يمكن أن يقع. مثلا، وهذا يمكن كان في قديم الزمان أما اليوم يمكن أصبح نسيا منسيا، أن هذا الشاب خجول حي ما يستطيع أن يتمكن أن يمكن بصره في خطيبته بحيث أنه يتجلى بهذه النظرة معالمها جيدا، فهو خجول، وهذا كما قلت يعني يمكن اليوم مش موجود يعني، لكن نفترض هذا كسبب. ممكن نفترض سبب ثاني وهذا يمكن يكون واقعيا، أهل البنت من أب وأخ والآخرين شغلوا بالحديث معه عن أنه يمتع بصره فيها، ففعلا هو ما تمكن من الوصول إلى الغاية التي أراد الرسول حينما قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والأسباب عديدة، وسوف لا أكشف سرا إذا ما حدثتكم بما وقع لي. نعم.
توفي الزوجة الأولى رحمها الله وهي أم عبد الرحمن، فبدأت أفتش فدللت على رجل مصري سلفي في دمشق، وكان عنده كتاب يعلم فيه الأطفال القرآن، وقيل لي عنده بنت. وسطنا الناس أنه بدنا نخطب، وصار اللقاء. أدخلت عليه البنت هذه كما هي العادة بكاس شاي أو فنجان قهوة، أنا رأيتها لكني ما رأيتها. لما؟ لا لأني أنا صاحب حياء وإنما رأيتها ما رأيتها لأنه تبين لي أنها مزينة مغدرة بالبودرة والحمرة وإلى آخره. إذن هم ضيعوا علي شخصيتها. نعم. فطلبنا أن نراها مرة أخرى، وما أذكر الآن حقيقة رأيتها أو لا، لكن ما صار نصيب أن نتزوجها. فالشاهد بارك الله فيك، أظن وضح الجواب. المقصود من الأمر بالنظر إذا المرأة تشجع المصريين شيخنا، كيف؟ تشجع المصريين يناسبوك. والآن تذكرت شيئا لابد من ذكره. أنتم تعلمون أن الأصل في النظر إلى المرأة لا يجوز، فبالإضافة إلى ما طرحته آنفا من السؤال، وقلنا ينبغي أن نعود إلى قاعدة أصولية، هل الأمر بالشيء يستلزم التكرار؟ كان الجواب الصحيح لا. فالآن أستدرك شيئا آخر فأقول، بالإضافة إلى أن قوله عليه السلام انظر أن هذا لا يستلزم التكرار، فإنه خلاف الأصل. هذا النظر خلاف الأصل. الأصل أن النظر الرجل إلى المرأة حرام، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كذلك النساء. فلا يجوز إذن أن يكرر الخاطب نظرته ثانية وثالثا، لا لتحقيق الهدف الذي رمى إليه الرسول عليه السلام بسبب حصول سبب من الأسباب المانعة من تحقيقه كما ذكرنا وضربت لكم مثلا بنفسي آنفا. فإذا كان الأصل أنه لا يجوز النظر إلى المرأة إلا للخطبة، ولا تقول الخطبة كما يقول بعض الناس، لأن الخطبة بتكون الخطبة مش الخطابين. المقصود فالغاية من الخطبة هو أن يراها ويكون على بصيرة، هي سمراء، هي بيضاء، هي برصة، هي شقراء إلى آخره. فإذا حصل هذا الهدف بالنظرة الأولى حرم عليه أن يكررها، وإذا لم يحصل لسبب مش شهواني فحينئذ يجوز له أن يكرر مرة ثانية، أما مرات فلا. واضح الجواب؟ هذا الثاني. والثاني إذا سمحت الشيخ على هذا السؤال، تفضل. هل المقصود بالنظر إليها كما يفعل الناس في هذا الوقت، أم يعني كما قال جابر كنت أختبئ لها؟ هو هذا المقصود فعلا أن لا يكون هناك اتفاق سابق على الرؤية، وهذه الرؤية التي تكون دون شعور من المرأة المرئية هو الذي يجيز للناظر أن ينظر إليها إلى أكثر مما يجوز لها أن تبدي من بدنها وليس هو إلا الوجه الكفين.
فقد كما وقع من ذاك الصحابي وما أظنه جابرا إنما هو رجل آخر مسلم ولا إيش تذكر شيء المقصود، فكان رؤيا وهو يتابع امرأة في إنجار لها، قالوا له أنت صحابي رسول الله تفعل هذا؟ قال عليه السلام إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها. فقد يرى منها، والحالة هذه شيء من ذراعة شيء من ساقة إلى آخره، هذا جائز، لكن هذا لا يجوز فيما إذا اتفق الخاطب مع ولي البلد أن ينظر إليها إلا إلى ما يجوز لها أن تظهر به أمام الناس عادة، هذا هو الوجه والكفين، هذا الخلاف المعروف بين العلماء قديما وحديثا في كون الوجه والكفين من العورة أو لا. خلاصة القول أن النظرة الأولى هي مباحة نصا، أما النظرة الثانية فلا تباح إلا إذا لم تتحقق الغاية من النظرة الأولى، أما التكرار أما كل أسبوع يروح يزور أهله ويراها وينظر إليها فهذه طريقة أوروبية ليست لها صلة بالشريعة الإسلامية. السؤال الثالث أحد الأخوة في الله يعمل